السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم. صباح جميل ويوم جميل وهواء عليل وجه جميلة. اليوم هو يوم الخميس، يوم ترفع فيها الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فكلما أصبح الإنسان يشكر نعمة الله عز وجل عليه على ما أعطاه الله عز وجل من نعم، نعمة الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان، فهذه النعم وكذلك قوت اليوم لو فقدت واحدة من النعم الاستقرار عند الإنسان يتغير. فنحن اليوم نصبح على ضيوفنا وما شاء الله جونا كذلك المشايخ، نسلم بعدين نكمل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحب. نبدا من هنا ولا من هنا؟ اللي ودك. يلا الحال. يا مرحبا. حياك الله. طيب. ونعم. كيف الحال؟ ما لكم زود؟ يا مرحبا. حياك الله. خالد العضياني. كيف الحال؟ اليوم الحلقه حتجي. هلا هلا. يا مرحبا. هلا. يلا حي ابو حاتم. كيف الحال؟ كيف الحال؟ شلونك؟ عساك طيب؟ كيف الحال؟ يلا حيهم. كيف الحال؟ يلا حيهم. نحمد الله ونشكره. يا مرحبا. طيبين. الله رقم 9. هذا حق ابو وليد؟ لا انت. تفضل. ابو وليد 10. ابو مهند. ها وينك؟ طيب. امسك بشوها برا اعطيه هنا. جيت. بشوها هناك. اعزائي المشاهدين، عدنا بعد السلام على جيت انت ولا باقي؟ يوم جونا. وحقيقه ما ودنا نقطع الحديث معكم، ولكن لهم حق إذا لفوا نسلم عليهم. فنصبح على ضيفنا العزيز والغالي المحامي عمار العتيبي ونقول حياك الله يا أبو من؟ أبو بدر. أبو بدر، حياك الله يا أبو بدر. يا مرحبا. عليك يبارك فيك يبقيك يسلمك يعافيك. يسعد صباحكم جميعا. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا اللقاء ويجعل إن شاء الله اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ونصبح على الحاضر الغائب الغالي اللي حتى الرسائل تجينا يقولون أبو حاتم ويتغلى على شوي، لكن يقول حياك الله يا أبو حاتم. الله يسلمك ويبارك في أيامك أبو نايف. أنت أبو بدر والمشاهدين نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد صباحكم كل خير ويسعد صباح هذا الوطن الغالي وعلى رأس مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين، وكذلك صباح موصول جنودنا البواسل على الحدود حفظهم الله ورعاهم بعنايته. الصباح مغلف بالورد والياسمين لوالدة الغالي أم مشعل في محافظة الدوادمي وسابقا داورد، هذه المحافظة الغالية على قلوبنا والتي ما إن نشاهدها إلا ونسفهل ونستانس يا أبو نايف. هذه المحافظة التي في قلب نجد كذلك، يعني يسلمون عليكم والله من نفس المحافظة دائما يقولون وصلوا سلامنا لأبو نايف والأخوان. الله يسلمكم يا الله. ولا ننسى أن نعزي في وفاة ابن عمنا سعود بن عبيد بن مصلح القبيوي الله يرحمه. الله يغفر له ويرحمه. والذي توفاه الله قبل أمس في حادث. الله المستعان. حقيقة الدوادمي غالى من غلى اللي فيه. إي والله. الوالدة أغلى شيء. إي والله. فنقول صباح الخير يا بلادي. صباح الخير يا بلادي، صباح طيب وهادي وفيها الخير يزدادي. صباح الخير يا بلادي، صباح إلى الملك سلمان وولي عهده عظيم الشان، صباح يدحر العدوان. صباح الخير يا بلادي، صباح لشعبنا الغالي سعودي بهمة عالي شبيه طويق له جالي. صباح الخير
يا بلادي صباح الخير. صباح الخير مشاهدنا على الشاشة، تشاهدنا لأجل تسعد وتسعدنا. صباح الخير يا بلادي، صباح مخلص ووافي على كل الوطن ضافي، يعم الخير وين شافي. صباح الخير يا بلادي. يا سلام يا سلام. صباح جميل ويوم جميل وهواء، نقول صبحكم الله بالخير وصباح النور والسرور والدلها اللي تفور والقرص المخمور والورد المنثور والعود والعطور والرضا من رب الغفور. الله الله. نبدأ اليوم حقيقة اليوم عندنا موضوع شيق، و